الرحيم وسائل المحافظة على البيئة. على الإنسان أن يحافظ على البيئة التي يعيش فيها فلا يفسدها، لأنها من أعظم نعم الله على عباده. وفي كثير من بلاد العالم اليوم منظمات تدعو إلى المحافظة على البيئة، وتقوم تلك المنظمات بأعمال عديدة، منها بيان أخطار تلوث البيئة على الإنسان والحيوان والنبات، ومراقبة الحكومات والمؤسسات التي تفسد البيئة، وذكر وسائل المحافظة على البيئة. من وسائل المحافظة على البيئة التي يدعو إليها الإسلام قرص الأشجار، ومن الخطأ إحراق الغابات كما يحدث في بعض البلاد الآن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فصيلة نخلة صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. ويطلب هذا الحديث من الإنسان أن يزرع الأرض ويجعلها خضراء، وهذه من أفضل الطرق للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث. من وسائل المحافظة على البيئة أيضا عدم الإسراف في استهلاك الماء، وبخاصة إذا علمنا أن الماء العذب قليل على الأرض، وتواجه كثير من الدول أزمة في المياه، وتؤدي قلة المياه في بلد ما إلى تقليل الزراعة والصناعة فيه. وقد تؤدي أزمة المياه في العالم إلى حروب بين الدول. ولأهمية الماء، فإن الإسلام ينهى عن الإسراف فيه في كل شيء حتى في العبادات.